ايوا نشوفو ان شاء الله خليه راسك نشوفو ان شاء الله مبارك السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا من قناه مهدي الجزار من مدينه مكناس. مرحبا بكم خوتي. اليوم تاريخ 2024 شهر 6 فيه 4. اليوم كنتواجدوا معكم في مرجان اخوتي. اليوم جبنا باش نقربوا لكم الاثمنه ديال الخروف السردي والبرقي والمارينوس والمارينوس والخروف ديال كما تنقولوا ديال رومانيا. اليوم الاخوان كما تشوفوا تبارك الله راه الكتيبه فين موجوده. حنا غادي ان شاء الله دابا باش نصوروا معكم الاخوان. نتوما ما عليكم غير دعمونا بالبارطاج في هذا الفيديو هذا. خلاص اللي بغى شي حاجه الاخوان مرجان حمريه قرب محمد الخامس معروفه الاخوان. عندنا جوج مرجانات في مكناس، كاين مرجان اللي في طريق اكولاي ومرجان حمريه. اللي عجبتو اخوتي شي حاجه الله يسهل عليه. كما تشوفوا ها لوكاليزازيو ديالكم اللي جا كيجي ديريكت المرجان كيمشي للهيا كيعبر الحولي ديالو. تابعونا في هذا الفيديو الاخوان وخليونا لي لايك والبارطاج ومرحبا بالجميع. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ هانيين، نتمنوا كلشي يكون في امان الله. تحياتي لكم. نتمنوا الاخوان اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجي معنا يعطينا لي لايك دعمونا في هذه القناه. اليوم اخوتي تاريخ شهر 6 في 4 2024. اليوم اخوتي الاعزاز جينا المرجان باش نوريكم الاثمنه ديال الخروف السردي والاثمنه ديال الماعز والاثمنه ديال الخروف البرقي المسمى بالاحمر الخروف الاحمر تيمحضيت. اليوم الاخوان كما قلنا لكم تاريخ اليوم ثلاثاء اخوتي شهر 6 فيه 4 2024. اليوم الاخوان كاينين هنايا تبارك الله ثلاثه ديال كما تنقولوا ديال الماركات ديال اللهم بارك. الاخوان كاين هذا الغنم هذه سرديه كما كتشوفوا، انا غادي نقول لكم الثمن ديالها ديال كما تنقولوا ديال الكيلو. وكاين اخوتي الغنم الحمراء، هذا مرجان اخوتي، يعني كما تنقولوا الاثمنه باينه واضحه الاخوان. وحنا جينا نشاركوا معكم هذا الفيديو هذا باش بارطاجيوه مع الاصدقاء مع الاخوان. ونتمنوا اللي شاف هذا الفيديو هذا ما يبخلش علينا بلايك وبمشاركه في القناه ودعمونا ان شاء الله باش دائما نجيبوا لكم الجديد. كما قلنا الاخوان كاينين ثلاثه السلعات، كاينه تبارك الله هذه الكسيبه هذه سرديه، وكاينه هذه حمراء، وكاين اخوتي هذيك اللي من الهيه كما تنقولوا ديال المارينوس الغنم ديال الصليو، وكاينه هاد الكسيبه هادي تبارك الله هادي تتسمى ديال البجاد هادي بيضاء. اليوم الاخوان جينا باش نعرفوا لكم الاثمنه مباشره، وانتم ما عليكم غير دعمونا وتعطيونا لي لايك ومرحبا بالجميع. تحياتي للجميع الاخوان والاخوات داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن المغاربه في اين مكان. الاخوان كما تشوفوا هذا الخروف السردي. اليوم غادي تعرفوا على الاثمنه اللي كاينه حاليا في مرجان. كاين الخروف السردي اللي غتشوفوا الثمن ديالو مباشره داير ب 83 درهم للكيلو الاخوان تبارك الله، 83 درهم للكيلو. وكاين الماعز داير 79 درهم للكيلو، وكاين الحولي الاحمر الاطلسي داير 77 درهم للكيلو. هي هذه الغنم اخوتي كما تشوفوا اللي كما تنقولوا تبارك الله دايرين في مرجان. هذه السلعه ديال السرديه، وغادي نتوجه اخوتي للسلعه الحمراء اللهم بارك. باش الاخوان كما تنقولوا كاينين الناس اللي ما كيقدروش يطلعوا السوق، كاينين بزاف ديال الناس يعني ما استطاعتهمش باش يمشيو للسوق، كيجيو لهنايا وكيتسوقوا من كما تنقولوا من مرجان. هادي اخوتي الغنم البلديه تبارك الله، حتى هما راه عندهم المليح، عندهم كسيبه زينه. خلاص هاد الخرفان هادو راه باينين غير تنايا ولا سنا الحليب اللهم بارك. كما تنقولوا الخروف تيبان على وجهه. كما تنقولوا كاينين ثلاثه ديال الماركات هنايا ديال الكسيبه، كاينه السرديه والحمراء وديال كما تنقولوا ديال الصبريون، راه هي ليها الاخوان. غادي نمشي وغادي نوريوها لكم ان شاء الله، وانتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا وتعطيونا لي لايك. كاين واحد عاوتاني واحد الماركه هنايا اخوتي، هذه السلاله ديال قرسيف تبارك الله. هذه السلاله ديال قرسيف زويونه، الشكل ديالها ابيض
تتكون سمينه تبارك الله، حتى هي فيها واحد المذاق زويون اللهم بارك. هذه راه كيحسبوا لها الاخوان شي 83 درهم حتى هي الكيلو. ها انتما كما تشوفوا الاخوان مرجان. تحياتي للجميع اللي شاف هذا الفيديو، ما يبخلش علينا بواحد لايك وبارطاج قناه مدينه الجزار. حنا دائما تنقربوا لكم الاثمنه وانتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا ومرحبا بكم. خلاص عاوتاني الناس ديال اصحاب السكر راه كاينين هنايا جدي تيحسبوه الكيلو بشي 71، شوف 71 درهم تقريبا اولا 72 درهم للكيلو باش يبيعوه. خلاص هادو الناس اللي كما تنقولوا اللي فيهم السكر، الناس اللي فيهم امراض السكريه كتجي المرجان كتعبر واحد جدي شوف بشحال تيطيح عليك على حسب الجهد ديالك وصافي. كما شفتوا الاخوان دابا وريناكم ثلاثه ديال الماركات، وريناكم السردي، وريناكم هذه ديال الكرسيف، وريناكم الجديان ديال صحاب السكر. اتبعوا معنا هذا الفيديو وغادي نوريكم عاوتاني الغنم ديال المارينوس، المارينوس الاغلام المستورده من اسبانيا اللي هي كتباع حاليا مرجان بالكيلو. اللي شاف هذا الفيديو اخوتي بارطاجي مع الاصدقاء في هذه القناه هذه مدينه الجزار، ومرحبا بالجميع وتحياتي للجميع. خليكم معنا تشوفوا كما تنقولوا الكسيبه ديال اسبانيا. تحياتي للجميع وتعرفوا على الاثمنه ديالها. تحياتي لجميع الاخوان، هذه الكسيبه اللي كما تنقولوا اللي رشموها الناس للعيد، تعزلوها بوحديتها لان راه فيها الرشم ديالها، كل حاجه مرشومه ديال ماليها. الله يسخر لهم، الله يجعل لهم الظل ان شاء الله. وتحياتي لجميع الاخوان والاخوات. وغادي ننتقلوا للغنم ديال المارينوس وغادي نجيبوا لكم الاثمنه ديالها، الاغنام المستورده من اسبانيا. وتحياتي للجميع ومرحبا بالجميع الاخوان والاخوات، دعمونا في هذه القناه، عطونا لي لايك والبارطاج، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم. يوم جديد نهار جديد اخوتي، 2024 شهر 6/4 اليوم الثلاثاء اخوتي. دائما تنقربوا لكم الاثمنه وانتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا، ومرحبا بالجميع الاصدقاء. اليوم اخوتي توجهنا المرجان باش نجيب لكم الاثمنه. تحياتي للجميع باش الهيب سير الهيب الاخوان. تحياتي لكم، مرحبا بكم. كما تنقولوا حنا في مدينه بكناس، مرجان اللي قرب عين الشبيك يعني مسمى بمرجان حمريه. اليوم الاخوان راه جينا باش نوريوكم الاثمنه مباشره. هاد الغنم هادي تبارك الله راه ديال الناس تباعت، الله يسخر لمواليها. اللي جبنا لكم الاثمنه ديالها في الاول ديال الفيديو، دابا يعني غير بغينا نوريو الناس لوكاليزاسيو ديال المرجان بالضبط فين كاين. كاينين جوج مرجانات في مكناس الاخوان، كاين مرجان ديال طريق اغوري وكاين مرجان حمريه اللي هو كما تنقولوا قرب محمد الخامس. راه الاخوان تبارك الله كلشي غادي يقدر يكون يعرفو وغادي يكون يشوفو. هانتوما كما تشوفوا الاخوان هذا المركب، كما تنقولوا هذا المركب كتجي لهنا وكتوقف وكتعزل الحولي ديالك وكترشمو وكتخليه حتى النهار العيد. تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع، وحنا بارطاجينا معكم هذه المعلومه الاخوان. نتوما ما تبخلوش علينا بلي لايك وبارطاج، ومرحبا بكم وتنشكركم بزاف. واللي عجبو الفيديو يدير لايك وبارطاج، ومرحبا بالجميع والله يسخر الجميع. الميرينوس اخوتي دايره 67 درهم، والخروف ديال رومانيا داير 60 درهم. هذا هو الفرق، يعني 7 درهم اللي كاين هذا الفرق. الاخوان ما تنساوش لايك وبارطاج، مرحبا بكم في قناه خوكم من مدينه الجزار من مدينه مكناس. اللي بغى اخوتي خلاص شي حاجه وكما تنقولوا بغى عشق شي حاجه، يجي اخوتي المرجان لهنايا ويخلي الخريف ديالو يعبروا. والله يسخر لكم الاخوان، شاركنا معكم هذه الجوله، ونتمنوا تبارطاجيو معنا هذا الفيديو. وتنشكركم بزاف بزاف، وتنشكروا جميع الاخوان والاخوات. الدراري حتى هما تبارك الله ساندونا باش ندخلوا نصوروا اللهم بارك. كما تنقولوا الناس كتوجهنا للخير ان شاء الله. والله يسخر لكم الاخوان، والله يسخر الجميع، ومرحبا بالجميع. ورا ان شاء الله الدرويش يعيد، كل شيء يعيد، اللي عنده يعيد واللي ما عندوش يعيد الاخوان. والسلام عليكم وعلى المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.